صباح الخير البنات، كصبحتوا لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا مزيانين. حنا يلا فقنا انا وماما، درنا لينا الفطور، هاي قهيوة، شوية ديال كاشير، فرماج، فرماج الحمر تنحطو غير هنايا بلا ما نقطعو الشات، يبقى غير خسر كنقطع كل واحد قياسه. فرماجة، قهيوة ديال ماما، هنا دي الشليضة، هذا الحليب، جبن، طون، حليب غبرة والباريزيان. مهم فطوري انا وماما هو هذا. اليوم ما بغيت نبدا معكم لا فيديو مع الصباح على قهيوه، على قهيوه ايوا. اليوم ماما غدير لينا كسكسو، غنديكم معايا تقدوا معايا كسكسو. المهم داكشي ديال كسكسو، عندي خيزو، عندي كل شيء، خاصني غير بحال فت بحال لي شو داك سميتو القرعه الحمراء، لي شو. المهم عندي القرعه الخضراء، اللفت راه قلت لي خصني اللفت. المهم حنا دابا غندوزو نفطرو، من بعد غادي نفطرو غنخرجو ترجعو نجمعو الدار. المهم انتم معايا هاد النهار هذا، الا عجبكم فيديو ما تنساوش لايك وبارطاجيوه مع الناس باش كلشي يتوانس هكا صحاب الغربه. يلا بسلام عليكم، حتى نتلاقاو. بنات قبل ما نبدا معكم لا فيديو، بغيتكم تشوفوا هاد اليوتيوبرز، هادي ظريفه وزوينه وكدير فيديوهات هي والزوج ديالها ومتنوعين كيف كتشوفوا معايا. القناه ديالها زوينه بزاف. المهم دخلوا شوفوها، ولا عجبتكم قولوا لها حنا جينا من عند عالم سناء. سميتها جاسمين شهرزاد، ظريفه بزاف هاد اليوتيوبرز. الا مشيتو عندها قولوا جينا من عند عالم سناء، اتخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنايا البنات مشيت ليومبو باش هي اللي قريبه ليا، نقدر نمشي لها على رجليا. غادي نجيبوا البقيه ديال الخضره. شوفوا البنات هنايا، البنات الناس ديال المغرب ما كندويش على ديال هولندا، هنا دايرين هاد الكريتينات هكا فيهم الخضره ديال الصوبه كامله مكموله، بحال هادي الصوبه ديال العدس، كاين هادي تاي ديال العدس. هنايا داك كسكسو ماروكان دايرين ليه خضره، ولكن يعني ما غاديش يقد بزاف الناس، غير ربعه ديال الناس اللي غادي. قد كنت غادي ناخذها ولكن ما خديتهاش حيت انا عندي كلشي، داكشي ما كاينلاش ناخذها نضيعها وصافي. البنات حنا يلا دخلنا، خديت هاد القرعه هادي، ما لقيتش القرعه الحمراء الاخرى، خديت هادي وخديت هذا اللفت المحفور، قال لفت محفور هذا. المهم خديت الحراقيه وخديت لبنتي هذا ديال الشعر باش نبقى مشطلع هكا شعرها. المهم هادشوما اللي خديت حاليا بالنسبه للبنات اللي قالوا لي على زبده الشيه. الاخت اللي سولتني على زبده الشيه ها هي اختي، بحال هكا دايره كتبع في كرويد فات. خديتها قش عقلها الثمن بالضبط، واش 5 اورو. المهم ها هو الشكل ديالها كي داير من الداخل، نحلها لكم بحال ما هكا. هي ريحتها شويه مجهده ولكن راه زوينه بزاف. اللي بغات تكرولي شعرها كي بغات هكا تكرليه يعني تبوكليه، كديري غير شويه منها مع بعض الزيوت وكتكريبي لك شعرك من داكش. و غزاله غزاله بزاف هاد زبده الشيه راه كاينه في كريفات. وهذا هو الشكل ديالها، هذه هي سميتها وبالفرنسي بالنسبه للناس في فرنسا بور دو كاريتي بروت. وهنايا راه كيقولوا ليها غاو شيه بوتر. المهم دابا غادي ندوزو باش نقو خضيره هكا. ها هو الكسكسو راه عندي ما شريتوش، عندي تنديرو هنايا. دابا غادي ندوز باش نفصل الماعن ديال الفطور ونحيدهم عليا هما الاولين. هنايا قطعت شويه الخضره لبنتي، قطعت ليها قرعه خضره
شويه الجزر وهاد الليشو اللي هو صغيور، غندير ليها الغدا الصوبه، وفي العشيه عاد غتاكل معنا شويه كسكسو بالخضره واللحم. غادي ندوز باش نطيب لها الخضيره هذه باش نديرها لها الغدا. البنات هنايا درت اللحم، درنا اللحم ديال العجل، حكينا مطيشه وجوج قرداتهم، وشحال من بصله هنايا؟ بصله صغيره محكوكه وبصله كبيره، بصله كبيره مقطعه وبصله صغيره محكوكه. هنا غادا دير شويه معلقه ديال البزار، فلفل اسود، غنديرو معلقه ديال الكركم واحده ونص، غادا دير معلقه ديال الزنجبيل، هادشي كامل معلقات صغار البنات. غادي نديرو شويه ديال الملحه، الملحه كيبقى كل واحد وقياسه. غادي نديرو شويه ديال زيت الزيتون حسب 4 المعالق كبارين، ودابا غدير معلقه صغيره عامره البنات ديال السمن. صافي البنات دابا غادي يدوز يتقلى هاد اللحم، ومن بعد ملي يتقلى اللحم عاد غادي نرويو. بالنسبه للخضره كاين هاد القرعه الحمراء اللي قلت لكم، كاين ليشو، خيزو قطعناه، اللفت المحفور ها هو هنايا، فليفله حراقيه والقرعه الخضراء، وعندي غير شويه الحمص كان عندي قلت حتى هو نضيفه الحمص. و هو اللحم باقي كيتقلى، ضفت عليه معدنوس اللي انا مقرده ودايره في المجمد، دابا بقى اللحم كي يتقلى. بعد ما تقلى لينا اللحم هي ماما غادا تروي، دارت هنايا ايترو ديال الماء، لتر من الماء. غتزيدي بلاتي نقول لكم شحال غتزيد؟ هيا البنات غادا تزيد ايترو واحد اخر، صافي. ودابا غادا تسد عليه ودير الصفاره. صافي البنات دابا غادي تسد عليه واحد نص ساعه بما طاب اللحم ديال العجل، ومن بعد غاد تزيد نص ساعه اخرى باش طيب مع الخضره. هنا الخضره باقا كتطيب الاخرى ديال غدا بنتي، غندير لها الصوبه. المهم هنايا سديت على اللحم، غادي نرمي دابا الجزر و اللفت المحفور هكا، وغادي تما نسد عليهم حتى يطيبوا. هنايا البنات من بعد ما طابلت ليا الجزر واللفت المحفور زدت عليهم ديك القرعه الحمراء والقرعه الخضراء وسميتو وهذاك ليشو، وغادي نحط الحراقه وغادي نسد عليه حتى هو حتى يطيب. صافي البنات كلشي طاب، صافي سدينا على كلشي. عشان واجد كسكسو ديالنا واجد. صافي باقا غير التفوره الاخرى تيقرب يجي زوج ديالي ونديروها. هذا ما كان. البنات هي ماما دابا كتفتل في سميتو في كسكسو باش دير لي التفويره الاخرى ونحطوه ان شاء الله. يلا نتلاقى معكم ملي تسقي ماما. البنات دابا غادي ندوز باش غادي نصيب واحد سلطه ديال الفروي. هنايا قطعت كيوي وقطعت سميتو تفاح والبنان بعويد والبنان والتفاح وكيوي درتهم هنايا، غندير معاهم شويه السنيده. هنايا الله ماما غتعصر الليمون باش نخوي عليه. درت هنايا شويه السنيده، هنايا باقا ماما كتعصر في الليمون
تعصروا باش غادي نضيفوا على سميتو. صافي هنايا راه باقي كسكسو تيفور، هذا تا هو شعلنا عليه باش يسخن، نقص عليه واحد شويه من يطرد هو طلع الدخان، عين نقص عليه شويه ما تلصقش لينا اللحم تحت. هلا كافي بزاف كافي صافي، خلي هذا الكاس نعطي النور. صافي غادي نخلط هذا الشيء حيت فيه السنيده، كاين عصفوريه وحاجه وحده اللي خضراء حيت ما كاينش، ما جبتش الفريز جبتو كان سالا ليا. ودابا هذا غادي نغطيه ونخليه حتى المنوره العشاء، وحال كمي كان كل مره واش كان اش كنحط منوره، مره كنديروا قهيوه، مره كنديروا اتاي، مره كنديروا هاكا شي حاجه بارده، مره كنحطوا الكلاص، كل مره واش نمر العشاء. غطيه وخليه نورا بلا تكسر. هاي ماما دابا سكات حطات هنايا، هدا دابا تحط الخضره. البنات قصعة كملات، ها هي دابا واجدة. البنات اللي قالوا عليا بارطاجي معنا شي مرة شي شهيوة من ايد ماماك، كل الصورة كلشي كيعرف يديرو تبارك الله، ولكن انا جبت لكم الطريقة ديال ماما كيفاش كتحضرو. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديرو جيم وتشاركوا في القناة، وقولوا لي اشنو بغيتو تاني، اشمن شي بغيتو ماما ديرها. المهم البنات انا كنضحك معاكم، ان شاء الله الا كتاب وحضرت لواحد الوجبه غديرها ماما وهي القديد والمجبنه في الكسكسو، الا حضرت لها حتى هي غادي نبارطاجيها معاكم، غدير عند عمتي ان شاء الله. ومهم البنات بارطاجيو فيديو، واذا كنتي جديده شاركي معنا، والسلام عليكم وشهيه طيبه ما شهيتكم، وسمحوا لي وحقكم في الجنه. باي باي.